أيها الأخيار، ومع آية من كتاب الله نتدبرها ونعيش في أفيائها ونتأمل أيها الأحباب الوقفات الإيمانية حولها، وأتحدث في هذا اللقاء عن الصبر. الصبر، وما من مسلم وما من إنسان دب على هذه البسيطة إلا وقد أذاقته الليالي والأيام لأواؤها. كم من واحد منا أحبابي بكت عينه ودمعت عينه وذابت كبده. البعض منا لو أراد أن يحصر الأيام يعدد الأيام التي ما أصيب فيها بحزن ولا وصب ولا نصب ولا هم ولا مرض ولا غم، لما استطاع أن يجمع 5 أيام متجاورة. هذه الدنيا طبعت على الأقدار، هذه الدنيا هي تمهيد لدار من دخلها أي الجنة، فإن نداء الملائكة للصابرين فوق الأرض عند باب الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك ولربما بكت فيه عينك ولربما تفتتت فيه كبدك، فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك عليه الصلاة والسلام من تقلب في حياته متدبرا وفي سيرته متذكرا، ومن قرأ سيرة الخير الورى عليه الصلاة والسلام يرى الأحزان تحوطها، لكنه نعم العبد، كان صابر كان شاكر. يموت أبناؤه ولم يبق في حياته من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، يقتل أصحابه، يمثل بجسد عمه، يدافعه أهل مكة ويعادونه، يعذبون أمامه صبرا آل ياسر، يعذب أصحابه فيعدهم الجنة: موعدكم الجنة. كان الحبيب يذكر أصحابه قصور الجنة، أرائك الجنة، نخيل الجنة، يذكرهم نعيمها ودورها وحورها وخيامها. إنه الصبر الذي سنتحدث عنه، ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك؟ بعض الناس مسحور، بعض الناس عقيم، بعض الناس سجين، بعض الناس مريض، مل الفراش منه، مل من العلاجات، مل من السجن، مل من نكران الجميل ممن حوله، مل من ضلال الأبناء، تعب من الديون، تعب بدنه من الأسقام، تعب من رقية الرقاة ولا يرى أثرا لها. نقول له: صبرا، فإنما هي جسر تتجاوزه وإلى جنات النعيم. إنه الصبر، الصبر إكسير الحياة، الصبر. ومن لا صبر له لا إيمان له، ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تأملوا، وسأذكر في أعطاف الحديث قصصا لبعض الصابرين. أذكر قصة، وقبل أن أذكر القصص المعلومة لكم: يوسف، موسى، إبراهيم يذبح ابنه، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يهاجر من هذه الأرض وهي أحب البلاد إليه، ويصبر ويعود إليها ويصبر. إنه الصبر. أحبابي، أذكر أن رجلا خرج أبناؤه، له من الأبناء 11 ومن الزوجات 2، خرجوا في سيارة واحدة يقود بهم ابنه الأكبر، هو خرج في سيارته منفرداً،
أتى للرياض، لحقت به الأسرة لأنهم قد دعوا إلى وليمة عرس في الرياض. وعندما توجهت الأسرة كاملة غلقوا أبوابهم، أتوا للرياض، وفي طريق الخرج القديم عند منعطف لا يرى من كان خلفه يتجاوز الابن بسيارته، فإذا أمامه سيارة نقل كبيرة، فتدخل الأسرة تحت سيارة النقل فلا يخرج منها أحد، ويموت له 11 ابن وزوجتين. 13 نفس انقطع كل أثره وما بقي من ذريته. البيت الذي خرجوا منه والله ما عاد منهم أحد، عاد يتصدق ببقية اللعب والأبناء والثياب. أتاه الخبر بالهاتف، كان واقفاً وقيل له أحسن الله عزاءك في كل ذريتك. مصيبة، مصيبة، بعضنا لو تصورها أنها عليه لربما بات فيه بعض الخلل، ولربما انتقض منه بعض معاني الإيمان في قلبه. كان واقفاً فجلس، ضم رأسه وقال الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير. ثم التفت إلى أبناء عمه وقال لا أستطيع أن أصلي عليهم، ولا أستطيع أن أرى 13 قبر بين يدي، لكني راض بما وهبني الله، بما أعطاني الله. هو أخذ، كيف أعطاك؟ قال هو وهبني، ابتلاني، وسأذهب إلى بيته العتيق هنا لأجأر أمامه وعند بيته. ركب سيارة أجرة، قال لا تتبعوني، أتى إلى مكة، أتى للبيت العتيق، تعلق بأستار البيت، وهناك رفع العين الدامعة، والكبد قد ذابت، والقلب قد تفجر فيه الأحزان، لكنه تماسك وانفجرت دموعه وارتفع دعاؤه، يا رب أخذتهم لتسمع ما أقول، لك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. اللهم كما ربطت على قلبي يوسف وربطت على قلبي أيوب، فاربط على قلبي يا ربي، أعوذ بك أن يسلب الشيطان مني رحيق الإيمان. اللهم لك الحمد على كل حال. جاور البيت العتيق شهراً يشرب من زمزم، وكلما نزلت دمعات عينه تذكر الزوجات، تذكر الصغار، تذكر أحد بناته متزوجة وفي بطنها كان حمل. كل الأسرة رحلت، عاد بعد شهر إلى البيت ليتصدق باللعب ويتصدق بالثياب، ويجدد من جديد بعد سنة يتزوج، وها هو له 6 من الأبناء بعد رحيل أسرة كاملة. الصبر مفتاح من مفاتيح جنات النعيم. الصبر هو نداء الملائكة كلما دخلوا على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء وارتفع الصبر عند المؤمن، وكلما قل الإيمان تجد أن بعض الناس إيمانه به دخل. مر الحبيب على عجوز تبكي ابنها، فقال لها يا أمة الله، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل يوم هو في شأن، له ما أعطى. تبكين على موهبته، ولكن يجب أن يكون القلب مطمئناً على أخذه، فإن العبد عند الأخذ والإعطاء عبادة واحدة، الحمد لله. ولذلك قصور الجنة في الجنة تسمى قصور الحمد. لمن؟ لمن رضي يوم أن أخذ منه وكان قد شكر يوم أن وهب. قال يا امرأة لله ما أخذ، قالت اتركني ما أصبت بمصيبتي، ما عرفته صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها أن ذاك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهبت خلفه تسعى، يا رسول الله ما عرفتك، ما علمت أنك أنت، امتلأت عيوني دمعا وقلبي حزنا. قال ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ذهب الأجر، وما ذهب الأجر إلا عندما أتى الشيطان لسلب الحسنات منك. ولذلك هي 7 أيام، المؤمن الحزن غالبا 7 أيام، المؤمن في اليوم الأول يفعل ما يفعله الجاهل في اليوم 7، بعد 7 أيام تجف الدموع، ولربما يقول الإنسان الحمد لله
لكن بعد ماذا؟ بعدما رحلت أجور كالجبال بسبب أنه ما ربط على قلبه وما وطن نفسه على الرضا بالقضاء والصبر الذي هو مفتاح الجنة. يا أرض مكة.